أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. النهاردة الحقيقة الحلقة هخصصها للرد عن أحد الأسئلة المهمة اللي سألها أحد السبسكرايبرز، فابقوا معنا. الحقيقة أحد السبسكرايبرز الأفاضل سألني سؤال هقراه لكم ونجاوب عليه في الحلقة دي إن شاء الله، تكون حلقة مفيدة. اسم المشترك الأستاذ محمد سالم، وبعت يسألني، هو بيقول إنه عايز حلقة عن مميزات وعيوب السفر بالأسرة لأمريكا، وخصوصا عمري الآن 42 سنة، يعني لو ربنا وفقني في الهجرة هكون عمري 44، هل مناسب للي زي السفر لأمريكا؟ وبالنسبة للبيوت الملتزمة، ما هي المعاناة اللي بيقابلوها؟ أرجو الاهتمام وأشكرك، أخوك محمد سالم. يعني يمكن في خلال الفيديوهات اللي فاتت أنا جاوبت على بعض من الأسئلة دي، أو مش يعني إلى حد ما قلت لكم وجهة نظري، بس نرجع نعيدها بتركيز شوية عشان ده سؤال ملح، سؤال بيهم يعني ناس كتير جدا جدا جدا. عايز أقول لكم في البداية إن أنا وصلت أمريكا وأنا عمري 47 سنة، أواخر 47، يعني أنا بدأت مع السنة الجديدة وكان عمري 48 سنة، وده عمر مش صغير. كنت تقريبا حققت نفسي في مصر، ما كنتش محتاج فلوس، كان عندي شقتي يعني paid off، ما كنتش محتاج أدفع حاجة، أقساطها كانت خلصت، وشغال في وظيفة كويسة في شركة كبيرة، عربية بتوديني وعربية بتجيبني، مش محتاج يعني، باكل كويس بشرب كويس، اولادي في مدارس اجنبي، ما كنتش محتاج قوي ماديا ان انا اسافر. لكن السؤال اللي دايما اي مهاجر بيساله لنفسه هو انا مسافر ليه، يعني ايه اللي بينقصني انا عشان اسافر في السن ده؟ ودايما بتبقى الاجابه ان انا مش محتاج حاجه، انا مش محتاج حاجة، انا كل اللي انا عايز اوصل له تقريبا في الفترة دي، يعني تقريبا وصلت اللي انت عايزه، ومش محتاج قوي انك تبدأ من الصفر تاني. لكن دايما السؤال اللي هو بيطرح نفسه، طب اولادي؟ بأمانة شديدة انا سألت لنفسي السؤال ده، وهو كان الفيصل في اتخاذي القرار ان انا امشي. لما عيالي يكبروا ويدركوا ان انا جات لي فرصة الهجرة بطريقة شرعية تماما، ان انا هيكون معايا السوشيال سيكوريتي والجرين كارد في خلال شهر ولا على اقصى تقدير من وصولي لامريكا، وانا قلت لا ورفضتها، يا ترى هيجي اليوم واولادي يلوموني على اني اتخذت قرار زي ده وفكرت في نفسي بدون ما افكر في مصلحتهم؟ وكانت الاجابة ممكن تحصل في الأمور أمور والظروف تتغير، وأولادي فعلا يكبروا ويقول يعني أنت تقريبا قضيت على مستقبلنا، يمكن كان لنا حياة أفضل في الهجرة وأنت قضيت على الحلم ده. وده كان الفيصل أن أخد قرار الهجرة. عايز أقول بالنسبة للي في السن ده، يعني عنده 42 سنة، 47 سنة، 45 سنة، لو ما عندكش أولاد يبقى لا، لو ما عندكش أسرة ومش متزوج يبقى لا، لو عندك أولاد يبقى القرار لازم تهاجر بنسبة 1000000%، لأن أنت يعني بتستثمر في أولادك، وأكيد فرصتهم في الحياة بنسبة كبيرة، لأن طبعا التوفيق من عند ربنا، لكن بقول بنسبة كبيرة المنطق وإحنا كبشر هنفكر إن هنا أحسن له. فلو عندك أولاد، لو عندك 42 لغاية 47 48 سنة، يمكن في ناس تيجي أكبر من كده كمان، وأولادك تحت يعني قصر لسه صغيرين، هتيجي قرار لازم تيجي يعني، بس وانت جاي لازم تكون حاطط حاجة في ذهنك ان انت هتضحي بحياتك انت عشان خاطر أولادك، لأن الحقيقة اللي انت هتعانيه كتير قوي. في ناس ممكن، شفت ناس رجعت الحقيقة ما قدرتش تكمل، يعني عملوا الورق وقال هرجع، والعيال لما يكبروا عايزين يجوا، مش عايزين يجوا دي حاجة ترجع لهم هم،
لأنه ما حبش الحياة هنا، ما قدرش على الوقعة الجامدة دي، أو يعني حتة إن هو يبدأ من تحت الأرض تاني يعني. فالموضوع صعب وشاق يعني. أنت بتبدأ حياتك كلها من الصفر، تشتغل شغلانة أدنى أكيد، وأنت في الأربعينات وصلت لمستوى معين، بقالك مستوى معين في الشغل، وبقالك مستوى معين يعني كإنسان خريج جامعة أو حاجة، أو حتى يعني أيا كانت مهنتك أكيد وصلت فيها لمستوى معين. هتسيب ده كله وتبدأ من الصفر، فالموضوع صعب. فأنت كده عشان أقول لك من الأول إن أنت تقريبا هتضحي بحياتك عشان خاطر أولادك، هتضحي أنت بسعادتك، أو هتضحي بنفسك عشان خاطر أولادك. دي نمرة واحد لازم تحطها في ذهنك يعني. الحاجة التانية اللي هي يعني اللي انت هتستفادها لما تيجي هنا، ان انت هتخلص من عبء ومجهود الدراسة الغير طبيعي ومعاناة الأسرة. اعتقد انه يعني 90% من معاناة الأسرة العربية هي معاناة الدراسة. الكم الدروس الخصوصية وكم كم يعني شقاء الأهل وتوفير بيئة مناسبة للمذاكرة وتوفير كم من الفلوس رهيب جدا عشان يوصلوا ان هم يعدوا الثانوية العامة ويجيبوا مجموع كويس يعني يخشوا كلية كويسة، ده معاناة غير طبيعية. والحياة بتبدأ من سن صغير قوي لغاية ما بيتخرجوا من الثانوية العامة. الأسر بتبذل مجهود غير طبيعي، ده مش موجود في أمريكا. فحتة معاناة الدراسة مش موجودة، ده أنت ممكن تشتكي إن الولاد عندهم وقت أطول فراغ، ويعني بيتشقوا أكتر وبيلعبوا أكتر من الوقت اللي هيذاكروا فيه. الحاجة التانية إن أنت الموضوع يعني ما اقدرش يعني اعمم الموضوع واقول مثلا بنسبة 100% اي حد هيجي عنده حاجة واربعين سنة ولا 50 سنة هينجح بنسبة 1000000%. لا طبعا، في ناس هتبقى متوسطة النجاح وفي ناس هتنجح قوي. عموما الوقت اللي انت هتقضيه في امريكا عشان تمتلك الحياة المادية ديت، أو تمتلك الماديات اللي أنت محتاجها كتأسيس بيت أو تأسيس شقة أو كل الأجهزة الكمالية هتبقى، وعربية كويسة، كل حاجة هنا بالقسط وسهلة، فكل الناس بتجيبها. بس الواحد يبقى واعي وما يقعش في الفخ ده بسرعة يعني يصبر شوية. فعدد السنين اللي أنت محتاجها عشان تمتلك الحاجات أو السلع الرفاهية ديت هيكون أقل بكتير قوي طبعا طبعا من مصر أو بعض الدول العربية. دي ميزة حلوة يعني موجودة في أمريكا. ولادك هيتربوا مش محرومين من حاجة، أي حاجة هيطلبوها أعتقد إن هم بسهولة شديدة ممكن يحصلوا عليها بعض الوقت، بعض الشهور، مش هيستنوا سنين يعني عشان يحصلوا عليها يعني. كده يبقى احنا خلصنا، يبقى خدنا قرار إن أنا لو جالي الهجرة في سن كبير وعندي أولاد لازم أمشي عشان خاطر أولادي. لو ما عنديش اولاد هيبقى طبعا استنى في مصر احسن. لو ما عنديش اسره اولاد او انا ما تزوجتش هيبقى مصر بالنسبه لي افضل، لان مش هيبقى لي عندي يعني اي دافع ان انا يعني اضحي او ان انا اتبهدل في السن الكبير دوت وابدا من الصفر تاني. وقلنا ان تحقيق الاحلام اسهل يعني عشان توصل يعني تطلع السلم في امريكا عدد سنينه اسهل من عدد سنين الوصول لهدفك في مصر أو في بعض الدول العربية. النقطة الأخيرة اللي هو سأل فيها الأستاذ محمد اللي هو معاناة الأسر الملتزمة في أمريكا، طبعا هيعانوا، مش هقول لك إن هم مش هيعانوا. زي ما قلت في حلقات تانية، الطامة الكبرى أو المصيبة الكبرى في أمريكا هي الحرية المطلقة، الحرية التي بلا حدود. دي بيدوها للأطفال يعني، الأطفال هنا يعتبروا يعني كاملي الحرية، وبيحكموا طبعا القانون يعني. ما ينفعش على سبيل المثال يعني لا يمكن تلاقي طفل هنا بيشرب سجاير، ده ممكن يكون موجود في العربية، اللي باع له السجاير بيخش السجن. مش ممكن تلاقي طفل هنا تحت ال 18 سنة، تحت 21 سنة يشرب مثلا حاجة يعني، يشرب كحول أو حاجة، اللي باع له هيخش السجن.
هنا بيطلبوا البطاقة في كل الحاجات اللي زي كده، فدي نقطة ما فيهاش خوف لأن القانون هنا صارم جدا. البياع نفسه يخاف على نفسه قبل ما يخاف على الطفل اللي هو تحت 21 يعني. السجاير والحاجات ديت القانون بيحطها ورا الكاونتر، بمعنى ان مش في متناول حد ان هو يسرقها لان هي مقفول عليها. فدي نقطة يعني كويسة. في الولايات الملتزمة يعني بتكلم على بنسلفانيا، في ولايات تانية ممكن تكون بتبيع مصرح بيها فيها ببيع مثلا الماريجوانا في الشوارع، أو يعني في المحلات ممكن تخش تشتري. فدي مشكلة يعني هتبقى موجودة، مش موجودة في بنسلفانيا لسه، مش مقنن فيها بيع الماريجوانا على سبيل المثال يعني. بالنسبة للحرية المطلقة، ان الولد هيجي يعني يصطدم ببيئة هو عمره ما شافها، هيجي يشوف لبس عمره ما شافه قبل كده غير في الأفلام، وهيفاجأ ان كل اللي حواليه لابسين بالطريقة ديت. هما بالنسبة لهم ما فيش مشكلة، دي طريقة لبسهم وطريقة حياتهم، ما فيهاش أي مشكلة. المشكلة هتبقى في الطفل اللي هو جاي دوت ومش عارف يعني حسب السن يعني، بتكلم على مرحلة اللي هم ما بين الطفولة والمراهقة، أو مرحلة المراهقة أو ما بعد المراهقة بشوية، كل دي هتبقى مشاكل. حتة لو الطفل أصغر شوية هيتربى على إن هو كل حاجة حر فيها ويتناقش فيها ويتكلم فيها، مش هيبقى في حدود إن هو يقف يكلم بابا بطريقة معينة، وما ينفعش أقول له أنت، وما ينفعش وهكذا. أنا بقول على سبيل المثال، الأطفال ما بتفهمش، اللي بيتربوا هنا ما بيفهمش قوي الاحترام اللي هو عندنا في مصر ده. أنا رأيي يعني في موضوع التربية هنا والحرية الغير طبيعية والحرية الغير التي ليست لها حدود يعني التربية. فلو انت مخطط ان انت هتيجي امريكا، لازم تكرس كل وقتك لاولادك يعني من مصر. الكلام ده مش لما تيجي هنا تقول هلحق، لا. الطفل لما بيكبر خلاص، لو ما عندوش قواعد ثابتة وما عندوش يعني ما عندوش مثل ومبادئ من الاول مغروسة فيه من الاول، ممكن بسهولة هنا ينجرف، لان الحرية زي ما قلت ان هي كتير مفتوحة على مصراعيها يعني، وهم بينموا روح الحرية عند الطفل. فاللي ناوي يهاجر يعني نصيحة ان هو يبدأ ياخد باله من اولاده من الصفر. قررت انت تهاجر ايا كان اوروبا ولا امريكا ولا استراليا، يبقى انت لازم عامل حسابك على كده، وتبدأ تغرس في ابنك او بنتك المبادئ من الطفولة، الاحترام، طريقة الكلام، احترام الكبير، المبادئ اللي ما يقدرش يعني يحيد عنها، كده عيب كده حرام، من الصغر. ولما الأطفال بيتحفر فيهم المبادئ من الصغر، لما بيكبر بيفضل عنده ضميره اللي هو اتعلم واتغرس فيه المبادئ الصح، صعب قوي ان هو يتخلى عنها. حتى لو غلط مرة بيرجع يقول انا آسف، وما بيكررهاش تاني. فدي نصيحتي. لكن هو قرار الهجرة هو قرار لازم يتاخد. هتتعب بس أحسن لأسرتك وأولادك. مش عايز أطول الفيديو الحقيقة، أرجو أكون رديت على سؤال الأستاذ محمد، وناس كتير حقيقة سألت السؤال دوت لأن هو سؤال محير. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.